انا دلوقتي مش فاهم انا رايح على فين، بس بدا بوست جميلة. شوف زي ما رجلينا تودينا، شوف طبعا معيش حد يصورنا المرة دي، انا هتعامل مع نفسي. دكتور سفنكس، احنا قاعدين نشوف. طبعا انا جيت قبل الميعاد باربع خمس ساعات، ربنا يستر بس والطياره ما تعملهاش معانا ونلاقي في تاخير تاني 3 4 ساعات. انا هوصل الساعه 1 بالليل اصلا في بودابست، الله اعلم انا وصلت اصلا، توصلني ولا لا. سلام. وده أول تجربة، أما نشوف نظر لسه صغير ونشوف الدنيا ترسى فيها على إيه. بينا مستنيين. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة دلوقتي 5:30، الطيارة الساعة 8، يا مسهل. بس دخلنا بالشنطة المطار، وهنا احنا داخلين على الكاونتر عشان نعمل التيكت ونشوف التأشيرة بتاعتك، ولازم تبقى عامل تشيك ان اونلاين عشان خاطر ما تدفعش فلوس زيادة. هنا خلاص خدنا التيكت بتاعنا، طالعين على سلم المطار وهنخش على الجوازات. المطار فاضي ولسه المحلات حتى والاسواق الحرة لسه ما فتحتش، فالحمد لله ان احنا طلعنا لنا سجاير من بره. وده بقى الممر اللي بيدخلك على الطيارة، وده طبعا شكل طيارة ويز اير من جوه. شوفها دلوقتي عشان الناس كانت بتقول لك ضيقة ضيقة ما فيهاش شاشة وكل الكلام ده، بس الطيارة بتطلع ب 30 دولار و40 دولار و45 دولار. بتسافر كان ساعتها التذكرة عاملة حوالي 900 جنيه. هنا بقى خلاص الطيارة اتحركت. خدك يا فخري، وصلنا بودابست بس الجو ساعة وانا ما جبتش ركبت. ايش وصلنا؟ مطار بودابست، الطيارة خلاص وصلنا مطار بودابست. زي ما انتوا شايفين كده مطار صغير برضه، حاجة خفيفة خالص. طبعا دي كانت أول مرة ليا أروح بودابست. طبعا سعر التذكرة هو اللي شجعك، يعني 37 دولار كان ساعتها الدولار لسه ب 30، نتكلم في 900 ل 1000 جنيه. وده الطابور اللي أنت لسه هتخش فيه على الكاونتر عشان تختم دخول بودابست. هنا بقى ختمنا خلاص دخول، طلعنا على بره عشان نجيب التيكت بتاع القطر او الباص اللي هيدخلك البلد. طبعا اول ما بتخرج كده بتشوف ايه اللي هيوصل. هو ليه حاسب لي ان النهارده 30؟ وصلنا بس الجو تلج، الجو تلج. صباح الفل، وده منظر الهوستل من جوه. ناس رايقة برضه، والله ناس رايقة. وعندنا روقان.
هننزل نشوف الدنيا مش عارفين حاجة خالص. هو ده كنا معايا جاكيت ربنا يقضي على خير. صباح الخير. انا دلوقتي مش فاهم انا رايح على فين، بس هو ده بيست جميل. شوف زي ما رجلنا تودينا، طبعا معيش حد يصورني المرة دي، انا هتعامل مع نفسي. هنا بقى بدأنا ننزل نشوف الشوارع شكلها عامل ازاي. طبعا بودابست من البلاد الجميلة الصراحة، الهادية والبيوت القديمة والكلام ده. سبت طبعا تتفرجوا معايا الشوارع الدنيا ماشية ازاي. طبعا انا مسافر مع نفسي بقى، انا مسافر لوحدي وبتمشى بشوف البلد عامل ازاي والشكل عامل ازاي. مش فاهم اي حاجة خالص. مترو عالسيتي سنتر بتاع شوف بقى الدنيا هنا بتقول بقى. طبعا ده الكوبري اللي هم بيقولوا عليه اللي وصل ما بين بودا بست بودا وبست. ده الكوبري ده منظر البلد زي ورق يعني بيت صغير. منظر السماء السوق ده خلاص شو بيقول بجرب حاجة غريبة مش عارف هي ايه بصراحة، بس انا عارف ان ده عصير بتاعي، لكن دي مش عارف هي ايه. انا قلت خليني في الامان فجبت حاجة فطير بالجبنة عشان انا شايف حاجات منظرها غريب الصراحة. انا خايف لحمة شكلها عجيبة اوي سجق اي قد كده اكيد دي مش سجق اي. والله لذيذ فطيرة بالجبنة. خلينا في الامان احسن. عفوا ماشيين اهو عمالين نتمشى.
اخر يوم. بودابست بودابست حلوه كل حاجه، بس محتاجه ان انت تكون معاك لما، لان هي يعتبر عن شويه مزارات. وبالليل كلها نايت لايف، فانت محتاج يكون معاك ناس، لكن عباره عن تمشيه وبتاع. الدنيا جميله في التمشيه والمناظر حلوه، المباني القديمه، ترام، الدنيا لذيذه. صباح وزي الفل.